بعد تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا واحتراف أفضل لاعبي البطولة الوطنية في الخارج، كل المعطيات كانت تصب في مصلحة المنتخب الوطني الأولمبي المدعم بعناصر ممتازة تألقت محليا وخارجيا لحجز مكانة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، ومنها لمواصلة المشوار نحو أولمبياد طوكيو 2020، غير أن رياح الواقع مشت عكس ما تشتهي طموحات أشبال باتيلي الذين قطعوا نصف التأشيرة ذهابا بفرض التعادل الإيجابي على الغانيين بهدف لمثله، لتأتي موقعة الإياب على ملعب 8 ماي 45 بسطيف الذي شهد انتكاسة وخيبة آمل كبيرة شكلت صدمة للشارع الكروي الذي لم يكن أكثر المتشائمين فيه يتوقع إهدار تأهل كان في المتناول، بالخسارة بهدف أصاب لاعبين في مقتل وبخر حلما لم يكن بعيد المنال. ما يجرنا حتما لتحري حقيقة ما جرى والكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الإقصاء، حيث أن الطاقم الفني بدأ مهمته على رأس المنتخب منذ 6 أشهر بمدرب أجنبي لا يعرف اللاعبين والبطولة، والذي وجد منتخبا ولاعبين توقفوا عن النشاط وعاشوا حالة من عدم الاستقرار منذ أن كانوا في صنف أقل من 20 سنة. كل هذا وأكثر كلف الجزائر تضييع منتخبها الأولمبي المشاركة في كان القاهرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. إقصاء سيضع القائمين عن الكرة الجزائرية أمام حتمية إيجاد حلول عاجلة قبل فوات الأوان، حتى لا يكون التتويج بكأس أمم إفريقيا الآخرة بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة.